بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جماعة كراتم من أصول الثلاثة ينزامي مغاناني أكن مرتبة تبيوة إيماني مسمى كما abin da ke da alaka da rukuni na biyu. Rukuni na biyu wato shine imani, hakikanin imani da mala'iku. Al mala'ika nu'min annahum 'alam ghaib ghabu 'anna la narahum. Na farko dole mu yarda cewa su mala'iku wasu halitta ne boyayyu wanda ba ma ganin su. Khalaqahum Allah min nur. Allah ya halicce su daga haske. Yuti'un Allah wa la ya'sun. Su kullum abin da suke shine da'awa Allah, ba sa sabawa Allah. Lahum arwah. Suna da rai. وأشجار سنا ده جيكي وعقول سنا ده هنكلي وقلوب سنا ده زكاتا. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام. دك ملائكو الله قارا صلاتي أغريسو مني إيماني دسو. وبما علمنا الله من أسمائه ده أبين ده الله يسند ده منسونا ينسو. مثل جبريل كمان سونا ملائكة جبريل وميكائيل ده ميكائيل وإسرافيل ده سونا إسرائيل. وبما علمنا الله من أعمالهم ده كما زامي إيماني ده دكان أبين ده الله إلمن تردمو نأيوكن سو. مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي كمان موشي ملائكة جبريل أموكل تاشي أحركة موهي. ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم، لا يعصون الله ما أمرهم مثلا. هكا كما زامي إيماني ده دكان أبين ده الله إلمن تردمو نسيبو في ملائكو كمان ملائكو باسا سابا وألا كل مسنا تكين دار ألا. ونؤمن بكل الأخبار التي جاءت عنه كما زامي إيماني لدك كان أبين ديزو أكان سنة لابارون قرآني كما حديثا النبي صلى الله عليه وسلم إنغان تتو. هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة عليهم السلام. وأنا كما شيني بياني أكان ركني نبيو دك سكيرو كنا إيماني واتو إيماني دا ملائكو عليهم السلام والله أعلم. الله شيني ما في سني سيواني درسي.